نفسها على مستوى الشبان فوزها بلقب كأس العالم 2007 في كندا على المنتخب السويدي على المنتخب التشيكي في بطولة حاز على البالندور. وبالنسبة للجولدن بول والجولدن شوز بالنسبة للأفضل والهداف هو اللاعب الكون أغويرو نجم السيتيزن مانشستر سيتي. على بركة الله أطلق حكم المباراة ديتشيرو غراندي صافرته معلنا بداية المباراة. أنا لأني أعلق من فترة فحماسي حتى اللحظة بالتأكيد راح يكون أفضل من اللاعبين في انتظار أن يغزو الحماس اللاتينيين الحاضرين في أرضية الملعب. البطولة فيها 3 لاتينيين، فرصة للعنابي قابل الأرجنتين في البطولة أو فنزويلا، وراح ننتظر بإذن الله تعالى حتى صيف يونيو المقبل لأن نشاهد العنابي منتخبنا، طبعا مو العنابي الفنزويلي، راح نشوفهم الاثنين على مستوى الكبار في الكوبا أمريكا في أراضي البرازيل. بداية المباراة بين المنتخبين مثل ما تحدثنا 4-2-3-1 هي شاكلة المنتخب الأرجنتيني مع سكالوني، أو 4-2 هي شاكلة سكالوني، 4-2-3-1 هي شاكلة ماركوس ماتيز. منتخب الفنزويلي فيه 6 لاعبين مواليد 2000 و5 لاعبين مواليد 99 تشكيلة فنزويلا لمباراة اليوم. هجوم للأرجنتين، تغطية الدفاع والإبعاد يأتي من الكابيتانو جونيور مورينو لاعب تراخوي لانوس، تتكلم عن مواليد مارس 2000، هو اللي يبعد الكرة أمام كابيتانو الأرجنتينا. بالنسبة لأوغستين ألميندرا لاعب البوكا جونيورز، ركنية للأرجنتين، تلعب الكرة سهلة في أحضان حارس المرمى كارلوس أوليسيس لاعب نادي ديبورتيفو لاغويرا. هنا طويلة الأمام من المنتخب الفنزويلي، حاول القيام بكونتر اتاك سريع مع تقدم أغلب لاعبي الأرجنتين الأمام. عدت الكرة، ممكن تشوف متعة الكرة اللاتينية، متعة لمدربي كرة القدم، قوة المنتخبات اللاتينية. فنزويلا تبني منتخبا جديدا يذهب إلى كأس العالم، لذلك قال رافائيل دوداميل مدرب المنتخب الأول لفنزويلا علينا أن نؤدي بشكل مختلف إذا أردنا التواجد في قطر 2022. هذا ما قاله دوداميل، وبالتأكيد الجيل اللي تألق ونجح في تحقيق إنجاز تاريخي للكرة الفنزويلية بالحصول على وصافة العالم عام 2017 ممكن يكون له دور كبير إن ما أراد التواجد لأول مرة في تاريخ الكرة الفنزويلية في مونديال قطر. عادل العنابي الفنزويلي تبتسم له الظروف ويتواجد لأول مرة في المونديال في أرض العنابي القطري. هذه أمنية الفنزويليين بكل تأكيد، وهم في قارة صعبة صعبة. أنت تحاول تجاوز اثنين سيليستي أرجنتين وأوروغواي والبيتا كامبيا ومنتخب البرازيل مع تألق تشيلي واللوس كافيتيروس منتخب كولومبيا حين ترغب في التواجد في أكبر بطولات العالم، موضوع ما هو سهل في بلد مثل فنزويلا. لعبة الشعبية الأولى ما هي كرة القدم عكس بقية اللاتينيين. بالنسبة للبيسبول اللعبة الشعبية الأولى عند الفنزويليين ومنتخبهم للبيسبول من المنتخبات المتألقة على مستوى عالمي. ضربة مرمى تلعب طويلة تصل للمنتخب الأرجنتيني، مجموعة من اللاعبين ينشطون في أستاديانتس لابلاتا، ولدينا البوكا والريفر. وقبل أيام مدرب المنتخب الأرجنتيني استبعد لانوس أو لانو موراليس لاعب نادي لانوس لإصابته في كسر في عظمة الترقوة، واستدعى بدلا عن لاعب يلعب في نادي الريفر بليت الأرجنتيني يتواجد ضمن قائمة لاعبي المنتخب الأرجنتيني وهو ليوناردو دياز. ناردو دياز هو اللي راح، هو اللي يعوض لاعب لانوس لاتورو موراليس لاعب نادي لانوس الأرجنتيني. هذا يمكن أبرز تغيير كان في البطولة، كرة ولمسة يد، لمسة يد للاعب وسط الملعب أندرياس أيالا لاعب نادي أستوديانتس. خطأ على لاعب المنتخب الأرجنتيني، المواقع الأرجنتينية أتت ويصرح قبل هذه المباراة في طريق استعدادات سكالوني أيضا اللي تحدث قبل المباراة وقال نحن متحمسون لتجربة كوتيف، وأجرى التدريبات في بريدو دي أزيزا في الأرجنتين
قبل المشاركة في هذه البطولة. الأجواء حارة في فالنسيا، كان المنتخب الأرجنتيني يتدرب تحت شمس حارقة، وموقع أو صفحة تويتر للمنتخب الأرجنتيني وضعت صورة كتبت عليها الجو حار جدا في فالنسيا، لكن لا شيء يوقفنا، هكذا يريد الأرجنتينيين. جيل جديد دائما يعولون كثيرا على فئة الشباب بحكم التقهقر الغريب عليهم في مستوى مونديال الكبار، ودائما الإشكاليات. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ظهر في الشاشة قبل قليل ماركوس ماتياس، لا يوجد لديه تجربة غنية على مستوى لاعب كرة قدم مدافع، درب ديبورتيفو أنزوتيغي وكان مساعد مدرب في نادي تيخوانا المكسيكي، درب مينيروس دي غويانا وكارابابو فوتبول قبل أن يدرب المنتخب الفانزويلي. وأنا كان في اللقطة الماضية إبراين هورتادو لاعب مينيروس دي غويانا. هذه الأيام الفنزويليين سعيدين لأن المنتخب هم تحت 21 سنة يتألق في جانب آخر من البطولات على مستوى كرة القدم بالنسبة للمنتخب الفنزويلي. نتحدث بكل تأكيد عن تألق المنتخبات الفنزويلية وخاصة في الفترة الأخيرة. في صورة أمريكانا موجود في تألق في حضور، وهنا هجوم للأرجنتين، كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى، التغطية كانت حاضرة من الدفاع الفنزويلي في الكرة الماضية. هنا أمامكم ليونيل سكالوني 40 عام، درب ولعب ودرب فيما بعد العديد من الأندية الأرجنتينية، لكن لعب لروزاريو سنترال، نيولز أولد بويز، ستوديانتس، ديبورتيفو لاكرونيا، ويست هام الإنجليزي، راسينج سانتاندير، لاتسيو الإيطالي، أتلانتا الإيطالي. هذه كانت مسيرته كلاعب، فاز مع الأرجنتين بكأس العالم للشباب 97 في ماليزيا، البطولة التي أتت بعد فوز الأرجنتين أيضا بكأس العالم للشباب هنا في الدوحة على حساب منتخب البرازيل بهدفين مقابل لا شيء. بعد 97 توقفت الأرجنتين على الفوز بالبطولات، وعادت في 2005 في هولندا مع ليونيل ميسي وأكملتها في العام 2007 مع الكون أغويرو. تلعب طويلة، إبعاد دفاعي، كرات متبادلة بين لاعبي المنتخبين. تتحدث عن لافينو تينتو على مستوى المنتخب تحت 21 سنة، وصل إلى المباراة النهائية لدولة دورة ألعاب وسط أمريكا والكاريبي في بارانكويلا في كولومبيا بفوزه على منتخب الهندوراس، ليضرب موعد في المباراة النهائية مع منتخب الدولة المضيفة منتخب كولومبيا على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط. هناك كرة القدم تلعب للاعبي تحت 21 سنة، بالتالي معنويات الفنزويلين عالية لتألق منتخبهم ونجاحه في الوصول إلى المباراة النهائية. لكن هنا في كوتيف يريد أن يبدأ بداية جديدة، ريكاردو مانجانا لعب سيلتا فيغو يتألق في بعد الكرة الماضية، مو لاعب ريال سوسيداد، هذا لاعب سيلتا فيغو، ما يلعب في، آسف على المعلومة، ما يلعب في ريال سوسيداد، يلعب في سيلتا فيغو. بالنسبة لمانجانا ظهير أيسر منتخب الفنزويلا، تصل الكرة، هنا محاولة المرور، حكم المباراة يقول ما في أي شيء، ويكسب على إثرها ليوناردو باليردي لاعب البوكا جونيورز، رمي تماس. هذا ليوناردو باليردي لاعب المنتخب الأرجنتيني، نلعب في التسع دقائق الأولى، صفر الأرجنتين صفر فنزويلا في إطار بداية الفريقين في هذه البطولة. جولة أولى الأوروغواي ما لعبت في المجموعة الثانية أو في المجموعة الأولى، وموريتانيا ما لعبت في المجموعة الثانية، هذه المجموعة التي تضم إلى جوارها فنزويلا والأرجنتين ريال مورسيا والهند. توفيق للمنتخبات العربية، المغرب خسرت من روسيا، هنا الهجوم أحضان الحارس، والعنابي فاز على فالنسيا ويبقى المرابطون في انتظارهم. هنا محاولة في اللقطة الماضية لجورجي أتشفيريا لاعب نادي اف سي كاراكاس، من اثنين لاعبين في الفريق مع ادواردو فيريرا يلعبون في اف سي كاراكاس، اتلقى تمريره من خيسوس فارغاس، ولكن حارس المرمى جيرينيمو بورتاو
هو من يسبق في الكرة الماضية حارس مرمى استوديانتس لا بلاتا. استوديانتس النادي اللي انجب اخوان سباستيان فيرون. استوديانتس الطلاب الطلبة عندنا في الوطن العربي في العراق الطلبة موجودين، في الأرجنتين الطلبة حاضرين باسم استوديانتس. تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إبعاد دفاعي يأتي من ريكاردو مانجانا. المباراة كانت يضع حساب الاتحاد الأرجنتيني حاليا صورة جميلة ومعبرة قبل المباراة. تبادل شعارات كان بين الوفد الأرجنتيني والوفد الفانزويلي في مدرجاتي هنا في مدرجات كوتيف. تبدأ المباراة بالروح الرياضية العالية في هذه المواجهة. بالفعل شوف الحارس هو الرقم واحد مو الرقم 12، الفارو دياس حارس المرمى هو الذي يحرس مرمى المنتخب الأرجنتيني. بالفعل دياز في حراسة المرمى الأرجنتين، أو لا جيرانومو بورتاو موجود، هذا كان حارس كارلوس أوليس، كان كارلوس أوليس حارس مرمى المنتخب الفنزويلي. صراع راح يكون بين المهاجمين من أجل التسجيل في مرمى بورتاو وأوليس. هجوم للأرجنتين داخل منطقة الجزاء، يمر يشوت خارج أرضية الملعب، يسدد الكرة الماضية تذهب إلى ضربة مرمى. توغل بشكل جميل ومميز للاعب المنتخب الأرجنتيني، الكرة في نهاية المطاف تذهب من ألفارو باريال إلى خارج أرضية الملعب. لاعب الفيل سارسفيل جر معاه مدافع وسدد في اللقطة الماضية، جر معاه لاعب الارتكاز لويس تشوكيليو، ومن ثم كرة ذهبت في البعيد إلى خارج أرضية الملعب. لاعب إيفانزويلا، نادي إيفانزويلا الفانزويلي، ذهبت كرتها بعيدا عن المرمى هنا بالراس خارج أرضية الملعب. رمي التماس، كرة ما زالت في وسط الملعب بعد أكثر من 10 دقائق، ما في فرص خطيرة لا على شباك جيرونيمو بورتاو ولا على شباك مرمى الحارس كارلوس أوليسس. رمي التماس هذا إذا ما خاب ظني، إذا ما خاب ظني إخوان بابلو إيمار يشبه، أتمنى يكون هو أسطورة ونجم الكرة في الأرجنتين ونجم نادي فالنسيا الإسباني يوما ما. رامي التماس لصالح المنتخب الفنزويلي، إدواردو فيريرا تلعب الكرة بالرأس، سيطر اللاعب المنتخب الفنزويلي، محاولة السيطرة على الكرة وسط بهذه الطريقة وسط الملعب، محاولة بداية هجوم للأرجنتين أمام كثافة عددية من لاعبي المنتخب الفنزويلي. بالتأكيد الكثرة العددية تغلب محاولة الشجاعة التي حاول أن يتحلى بها أنيبال مورينو لاعب نادي نيولز أولد بويز. تلعب الكرة طويلة تمريرات، هجوم وسط الكرة صالح المنتخب الأرجنتيني، بيحاول المرور والتغطية كانت حاضرة لإدواردو فيريرا أمام غونزالو ماروني. تصل الكرة، شوف لاعب المنتخب الفنزويلي الحذر الدفاعي سلاحهم، يتراجعون على الأغلب إلى الخلف، وبالتالي اللاعبين اللي بالعنابي أكثر أكثر في التغطية الدفاعية، لا يتركون مكانا للمنتخب الأرجنتيني ليصل. لعبت الكرة نقلة عبر الجهة اليسرى إلى ماروني، ماروني السلم أمام لاعب المنتخب الفنزويلي، يعيد الكرة الخلف داخل المنطقة، التوغل والتسديد أرضية ما لبست معه، ما لبست مع أنيبال مورينيو، وبالتالي كرة مورينيو تذهب إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. نتكلم عن لاعب النيولز أولد بويز، فريق الأستاد إسحاق نيولز، أستاذ إسحاق نيولز
جمع الطلاب الخريجين وأسس معهم نادي حمل فيما بعد اسم نيولز أولد بويز الأرجنتيني. فالنجم اللي شاهدناه هو إخوان بابلو إيمار أنجل ساحر الكرة نجم نادي فالنسيا الإسباني. يعني يكون الحديث عن إيمار يعني يمكن العبرة تخنق مشجع فالنسيا مشجع الخفافيش. هجوم عبر الجهة اليمنى كلاعب له مهارته وله فنياته. خطأ على المنتخب الفنزويلي كان في دفع موجود على أوغستين ألميندرا. فترة من فترات إيمار كان موجود مع المنتخب الأول حتى. واضح أن إيمار يتعايش مع المدربين الأرجنتينيين في كذا ليصقل تفكيره بشكل أكبر لأن يكون مدربا مستقبليا للمنتخب الأرجنتيني. يصير على خطى لاعبين كبار بينهم دييغو أرماندو مارادونا واللي يمكن ما كان محسن للتدريب بشكل كبير مقارنة بطريقته بالأداء بالنسبة لدييغو. من يستطيع من الأرجنتينيين إعادة السليستي للفوز بالألقاب منذ أن فعلها كارلوس بيلاردو عام 86؟ ما حد على مستوى الشبان قادرين الأرجنتين. آخر بطولة لهم كانت الفوز بكأس كوبا أمريكا على مستوى الشبان 2015 على المنتخب الكولومبي. أنت تتكلم عن فئة شبان في الأرجنتين مر من خلالها أغويرو، إيمار، بورديسيو، كامبياسو، غاغو، رامون دياز، مارادونا. رامون دياز اللي درب هنا في المنطقة العربية كان ثنائي مع مارادونا، حقق لقب 79 على مستوى كأس العالم للشباب. ميسي، ماسكيرانو، ريكيلمي، ماكسي رودريغيز. هنا الهجوم الأرجنتيني، والتر صامويل، سافيولا، دييغو سيميوني، تيفيز. شوف أنت تتكلم عن كبار اللي مروا على الأرجنتين كلهم فازوا وتألقوا في كأس العالم للشباب. وبالتالي دائما بوابات الأرجنتين تبدأ من هذه الفئة العمرية. هجوم عبر الجهة اليمنى تصل حالة المرور. شوف الأداء في وسط الملعب، كثافة عددية لكل الفريقين 55% سيطرة للأرجنتين 45% للفينو تينتو. هذا هو مدربهم ماركوس ماتياز. سدعة من اللاعبين، 9 لاعبين مواليد 99 و9 لاعبين من مواليد العام 2000 ولاعب واحد أصغر لاعبي الفريق من مواليد العام 2001 وهو اللاعب الذي يتواجد في مقاعد البدلاء جونيور بارادايس بالرقم 17 مواليد 1 يناير 2001 هو أصغر لاعبي المنتخب الفنزويلي ضمن قائمة العشرين لاعب المشاركة في بطولة كوتيف الدولية. خطأ يكسب من خلاله أدواردو فيريرا لاعب اف سي كاراكاس. الكرة أمام لاعب المنتخب الأرجنتيني غونزالو ماروني في صراع على الجهة اليمنى للفنزويليين، اليسرى الأرجنتينيين بين ماروني وفيريرا. وحتى اللحظة الأفضل في السيطرة على الأمور أدواردو فيريرا المدافع، مانع ماروني من الوصول إلى المرمى. وهنا كيف يكسب الخطأ أمام هذا الرجل اللي بالتأكيد مثل أي أرجنتيني يحلم يوما ما بأن يتواجد في اللابامبونيرا كلاعب للبوكا أريق كرة القدم هناك في بلاد البلاد الفضة، مثل ما تحمل دائما شعار شمس مايو سول دي ماي على فنيلة الأرجنتين. شمس يريدون أن تشرق على العالم أجمع بالفوز بالبطولات، حنا والفوز بالبطولات الأرجنتين. الحظ مرات يوقف معاهم، سوء التخطيط مرات أخرى، مدربين الأرجنتين سووا كل شيء وما زالوا غير قادرين على تحقيق البطولات. بطولة كأس العالم كانت سيئة للأرجنتين الأخيرة، جدا سيئة. آخر منتخب كان ممكن يؤدي بتلك الطريقة كان منتخب الأرجنتين. كرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب من الكابيتانو أوغستين ألميندرا.
شوف تبادل التعليمات بين لاعبي منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم. هذا هو كارلوس أوليسياس لاعب ديبورتيفو لاغويارا. تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب بالرمي التماس تقليدية الأرجنتين حتى اللحظة. تقليدية الأرجنتين. نلعب 4-4-2. تلي على الأطراف أن تتحرك بشكل أكبر بالنسبة للاعبي منتخب الأرجنتيني، وإلا التغييرات الكثيرة في هذه البطولة راح تكون من نصيبهم. تكثيف الهجمات أكبر عبر الميمنة والميسرة بالنسبة لأبرز الأسماء الحالية. تلعب الكرة طويلة للمنتخب الأرجنتيني، تبعد بالرأس من ريكاردو مانجانا. وصلت الكرة إلى أندريس أيالا. أيالا مطلوب منه أن يكون كلاعب ارتكاز. أيالا قادر على ضبط الأمور، هو وأنيبال مورينو. هنا التمرير من الكابيتانو الميندرا. الميندرا يحاول التمرير إلى غونزالو ماروني الذي يهرب إلى الجهة اليسرى، يترك في المقدمة لاعب إنتر الذي لم يظهر حتى اللحظة فاكوندو كوليديو. لكن واقع بين كماشة اللاعبين الفنزويليين. هنا تغطية الدفاع على الجهة. سلام، يا سلام، حلوة حلوة الكرة الماضية. يمكن أكثر شيء شاد انتباهي بعد 20 دقيقة هو الانضباط التكتيكي للاعبي الفريقين في أرضية الملعب. أكيد يمكن نقطة يوافقني عليها المحللين، كيف كل واحد يحاول يؤدي دوره بشكل جيد ومو معطي أي مساحة للفريق المنافس. تعود الكرة إلى بورتاو. حتى اللحظة ما يمكن الأشياء المزعج هو عدم وجود أي فرص أي خطورة في الثلث الأخير من الملعب، ما في تأثير للاعبين، وأمر متوقع في المباريات الافتتاحية. حاضرين الوفود الرياضيين اللاعبين لاعبي الفرق، كل قادم يتابع بطولة كوتيف الدولية. بطولة بدأت في العام 84 تورنيو انترناسيونال دي فوتبول سيبنتي دي الكوديا، دورة كأس كوتيف الدولية في الكوديا تحت 20 عام في هنا في الكوديا، مزرعة موريشية من القرن 18 تم منحها في عام 1238 من قبل ملك أراغون جيمس الأول. تكون باسم الكودية أنجبت أندرياس بالوب حارس مرمى إشبيلية الحارس اللي مر من هذه البطولة. هجوم عكسية وسط الأرجنتين، جول أول. الله، حلوة في اللقطة الماضية، تصدي وتواجد في التوقيت المناسبين لريكاردو مانجانا لاعب سيلتا فيغو امام غونزالو ماروني، والكره تتحول الى خارج ارضيه الملعب ركله ركله. شوف التمريره، 1 2 3 وهنا الرابعه التسديده تصطدم في مانجانا تذهب الى خارج ارضيه الملعب. حلوه حلوه في الكره الماضيه. السليستي يحصل على الركنيه الثانيه في هذه المباراه. تلعب الارجنتين، صافرة الحكم شي يقول؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء للأرجنتين، ركلة جزاء للسيليستي. خطأ في اللقطة الماضية على أغانيسيو أنزولا، يتحصل من خلاله على بطاقة صفراء لاعب نادي ديبورتيفو لارا أغانيسيو أنزولا مواليد هو مواليد، بعطيكم التاريخ انه مهم ويبدو لي هو مواليد بالتحديد اول امس يوم 28 يوليو 99. يعني يمكن هذه ليست هديه عيد ميلاد بالنسبه لانزولا، هذه ما يعني هديه عيد الميلاد لالافينو تينتو بالنسبه للاعب المدافع اغانيسيو انزولا. يرتكب خطا في منطقه الجزاء، شوف انزولا مسك منها طيح من، لا لا صادق
ديتشيرو جراندي صادق، وانت ماسك بفاكوندو كوليديو اللي يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء، اللاعب القادم الذاهب لأن يكون في الإنتر الإيطالي. مارو إيكاردي اتصور مع لوتارو مارتينيز، كليهما مرة من بطولة كوتيف الدولية، كليهما كان لاعب بالمنتخب الأرجنتيني، كليهما لاعب في الإنتر. وكوليدو سيكون اللاعب القادم، فاكوندو كوليديو على تنفيذ ركلة الجزاء. كوليديو جول أصف سليستي، فاكوندو كوليديو ينجح في إحراز الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول. لاعب الجراند إنتر قادم على مستوى الجراند الأرجنتينيين الكبار الذين مروا من العملاق الإيطالي الكبير من أمثال بالنسبة لخافير غونزاليس، ولدينا مجموعة كبيرة من نجوم والتر سامويل ومجموعة أخرى من نجوم كرة القدم الأرجنتينية بلاسيوس ومجموعة أخرى مرت من ديار الإنتر. فاكوندو كوليدو نجم الإنتر لاعب المنتخب الأرجنتيني يسجل أول أهداف السيليستي في هذه البطولة. سجل بالنسبة للاعب المنتخب الأرجنتيني، صارت 1-0. هذه المباراة اللي ممكن تفتح لنا الأمور على مصراعيها، يعني ممكن نشوف مزيدا من الأهداف، ممكن نشوف الكثير من الأهداف الجميلة. هذه المباراة الآن تفتح لنا هذه الأمور، أفضل أنك أنت ما تسجل المنتخب الأول. المساحات ممكن تبين، فنزويلا تتحرك للأمام، أرجنتين تلاقي مساحات ثانية، ممكن فنزويلا ترجع للمباراة، كل شيء جايز. رمي التماس، عالية طويلة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب. خافير زانيتي أبرز النجوم اللي مروا على الإنتر من نجوم الأرجنتين، خافير زانيتي والتر سامويل، مجموعة أخرى من النجوم الأرجنتينيين وآخرهم مورو إيكاردي. وكوليديو لاعب الإنتر هو من يسجل أول أهداف المباراة لصالح منتخب الأرجنتين من ركلة جزاء احتسبت على المنتخب الفنزويلي. 1-0 الأرجنتين. نلعب الآن في الدقيقة 28 من زمن المباراة، تمريرات للمنتخب الأرجنتيني اللي بدأ يدش في المود، بدأ الأرجنتيني يدخل في مود المباراة، وهنا دخول خاطئ واستخدام للمرفق على قائد المنتخب الفنزويلي جونيور مورينيو، خطأ على غونزالو ماروني. شوف غونزالو ماروني يؤدي أدوار كثيرة في وسط الملعب مع الميلان إلى الجهة اليسرى. رابع خطأ على الأرجنتين، 3 أخطاء على المنتخب الفنزويلي، تمريرات متبادلة. التمريرات فيريرا، عادت الكرة لحارس المرمى كارلوس أوليسيس. كوليدو جعل أوليسيس يذهب إلى الجهة اليسرى ووضع الكرة في منتصف المرمى الخالي، وبالتالي اعلن عن تقدم الارجنتين. خطيره، يعطي فيها الادفانتج، خطيره، ممكن الثاني السليستي، جول الثاني ممكن، مرت من الجميع. كيف ضاعت هذه الكره الماضيه يا سليستي؟ ضاعت الكره الماضيه، راحت الكره الماضيه. هنا لعبت الكره طويله للامام، تغطيه الدفاع حاضره بالنسبه لمدافعي منتخب الارجنتين. غاستون افيلا، وبالتالي غاستون افيلا لاعب نادي روزاريو سنترال هو من يكسب الخطا في اللقطه الماضيه. قلب الدفاع مع ليوناردو باليردي، شوف هنا الخطا، حكم اعطى من خلال ادفانتج، خطيره اتبررت، مرت من كوليديو، مرت من الكل، والله مرت من الكل، تمريره الكابيتانو ذهبت من الجميع، مرت من كوليديو، مرت من ماروني، مرت من مورينو، مرت من ماروني ومرت من مورينو.
ومن كوليدو. في خطأ أو في قرار. المصائب لا تأتي فرادى، المصائب حين تأتي لا تأتي فرادى. هذا في عيد ميلاده سوى كارثة مع لافينو تينتو. أنزولا كارت أحمر، أصفر ثاني وكارت أحمر، هو اللي عرقل المنطلق نحو المرمى أوغستين ألميندرا، وبالتالي فنزويلا راح تكمل المباراة. 10 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول، 40 دقيقة في الشوط الثاني منقوصة من خدمات لاعب، وراح تلعب ب 10 لاعبين. ماركوس ماتيز يقول لنا ايش في أنزولا اليوم؟ ايش مسوي أنزولا اليوم؟ مولود يعتبر بالنسبة في التوقيت الإسباني أنزولا مولود أمس بالنسبة للتوقيع على توقيت الإسباني، وبالتالي الأرجنتين فنزويلا راح تلعب ب 10 لاعبين، وأتوقع أن في تغيير قريب إلا إذا كان في عنده خيار من أحد لاعبي الارتكاز للعودة إلى الخط الخلفي لإكمال المباراة. تمريرات اللعب، تغطية دفاعية للمنتخب الأرجنتيني، كل الأمور زي اللوز لصالح الأرجنتين في هذه المباراة. هدف، ركلة جزاء، طرد مدافع، كل الأمور تمشي في صالح السيليستي. هنا محاولة المرور للكابيتانو، شوف منتخب الفنزويلي كيف تلخبطت الأوراق، راح يعاني من لحظات من الارتباك إذا ما نجح الأرجنتينيون في استثمارها. وإحراز هدف ثاني قبل نهاية شوط المباراة الأول، فهذا راح يكون من أجمل الأشياء اللي تحصل عليها الأرجنتين في مباراة الليلة. مرتبك وتسجل هدف ثاني قبل الذهاب إلى حجرات الملابس، راح تكون كل الأمور تسير في الأمر اللي يريده المدرب ليونيل سكالوني. منتخب فنزويلي بدأ التجمع الأول في المركز الوطني في مارغريتا في فنزويلا، واستعد فيما بعد في المركز الرياضي للويز دي ليون للبطولة. روميل إيبارا تحدث لاعب المنتخب الفنزويلي، نعرف بأننا ذاهبون لتحقيق البطولة بهذه الثقة. إيبارا تحدث عن ذهابهم إلى أو تواجدهم في كوتيف في الكوديا لتحقيق البطولة. هاشتاجات فنزويلية، فينوتينتو سب بينيتي، تحت 20 سنة، رومبو بولينا 2019، موديلو 19، كلها محاولة لتحفيز المنتخب الفنزويلي للشبان على العودة من جديد فيما بعد إلى كأس العالم في كرة القدم من البوابة البولندية. سبينتي فقط هو هاشتاج الأرجنتينيين اللي شار المنتخبهم تحت 20 سنة، ولأنهم إسبان نفس الهاشتاج استخدمه الأوروغوانيين بالنسبة لهذه السن. على مستوى السوشيال ميديا يحب يتابع أخبار المنتخبات والبطولة. تلعب كرة عكسية تذهب من الجميع إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس لدى فيريرا، أدواردو فيريرا. فنزويلا ظهرت في المونديال للشباب في مرتين 99، خسرت من نيجيريا أو فاز على نيجيريا 1-0 الدولة المستضيفة، 8-0 على تهيتي، هو أكبر فوز في تاريخ منتخب فنزويلا للشباب. خسرت من إسبانيا 3-0، وفي دور ال 16 خسرت من الإمارات 2-1، هذه في البطولة اللي كانت في الأراضي المصرية عام 99. في تلك البطولة قدمت فنزويلا لاعبها روندون اللي واحد من النجوم اللي مروا على هذه البطولة. 60% سيطرة الأرجنتين، 40% سيطرة فنزويلا، واضحة الأفضلية لمن؟ روندول مر من هذه البطولة في كوتيف وتألق في بطولة عام 90، يلعب حاليا لنادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي. واللاعب ديلفالي لاعب نادي غازي عنتاب التركي حاليا. وفلاسكيز وروخس هم النجوم اللي مروا في 99، لكن البطولة الأخيرة في 2017 كان تألق الفنزويليين طاغي، هزموا الألمان 2-0
وفنواتو 7-0 1-0 على المكسيك في دور 16 هزموا اليابانيين 1-0 خسروا من امريكا او فازوا على امريكا في دور 8 2-1 على اوروغواي بركلات الترجيح 4-3 وخسروا في النهائي امام انجلترا هدف مقابل لا شيء. هجوم الارجنتين ممكن الثاني، تسديدات الارجنتينيين غير محكمه. نالهم فيديو في على صفحتهم في تويتر، كان في تركيز كبير على التسديد، واضح انه حتى اللحظه ما ظهر رغم بقاء 5 دقائق على نهايه الشوط الاول. هدف اتى من ركله جزاء هنا، اي هذه اللي اغاناسيو انزولا انطرد. انزولا سوى كل المصايب في المباراه لمنتخب فنزويلا، ورط فريقه في بطولة 2017 كأس العالم، في تألق المنتخب الفنزويلي. يانجل هيريرا حصل على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعبي البطولة، لاعب نيويورك سيتي حاليا، وهداف البطولة وهداف المنتخب الفنزويلي في البطولة كان سيرجيو كوردوفا ب4 أهداف، اللاعب الحالي لنادي أوغسبورغ الألماني، من النجوم اللي برزوا في الفترة الأخيرة في الكرة الفنزويلية مع لافينوتينتو. حديث عن الأرجنتين في كأس العالم للشباب، راح نأجله للشوط الثاني لأن حديث ممتع وذو شجون. فنزويلا ظهرت في كوبا أمريكا 24 مرة، الأرجنتين في 26 مرة، أفضل مراكز فنزويليين كانت الثالث 54 و2017. الأرجنتينيين لا، 5 مرات كوبا أمريكا، 6 مرات كأس العالم للشباب، حتى كأس العالم ما أخذها أكثر من كأس أمريكا اللاتينية. كرة ذابت من فيريرا إلى خارج أرضة الملعب، فريقين مثل ما ذكرنا كانوا في مجموعة واحدة في بطولة كأس سورا أمريكانوس، والأرجنتين فازت 2-0 ومن ثم خسرت في نصف النهائي أمام أوروغواي 3-2 وخسرت في المباراة المركزين الثالث الرابع 2-0 من كولومبيا، لكن فنزويلا غادرت في الدور الأول، فازت على بوليفيا 4-1 وخسرت من الأرجنتين 2-0 ومن تشيلي 1-0، حصلت على 3 نقاط في المجموعة في الترتيب الثالث ضمن المجموعة. تمريرات متبادلة، أليس بيريرا متواجد حاليا في أرضية الملعب، لاعب سان لورينزو يستلم الكرة، أليس بيريرا أو أليس بيريرا، بيريرا لاعب فنزويلا لدينا بيريرا لاعب الأرجنتين. تمريرات متبادلة، كأس العالم في بولندا 2019، بولندا متأهلة كدولة مضيفة، قبل أيام انتهت بطولة كأس أوروبا، إيطاليا والبرتغال وأوكرانيا وفرنسا والنرويج راح يكونون موجودين في الأدوار في هذه البطولة، ولدينا 4 مقاعد من آسيا، 4 مقاعد من أفريقيا، 4 مقاعد في أمريكا الجنوبية، 2 في الأوقيانوسيا، مقاعد أمريكا الشمالية أيضا، وبالتالي المنافسة راح تكون على الذهب قوية. خطأ لصالح ريكاردو مانجانا، هذا مانجانا لعب سيلتا فيغو، يعرف الأراضي الإسبانية بالتأكيد بشكل جيد لأنه حاضر مع سيلتا فيغو. هنا محاولة المرور، يستلم الكرة، يمرر فيريرا، تغطية دفاع الأرجنتين، الكرة ما كان فيها تفاهم واضح مع خيسوس فارغاس، وبالتالي تمريرة الأخير ما كانت سليمة للاعب ميريدا. إعادة تنفيذ الكرة، بالفعل شوف الإيمار موجود في المدرجات، هنا لدينا الجهاز الفني للمدرب ليونيل سكالوني. وأنا بالنسبة لي الريبوبليكا بوليفاريانا دي فنزويلا في مواجهتي مع الأرجنتين الريبوبليكا، هنا التمريرة خطيرة والتسديد حلوة، أول محاولة حقيقية على الخشبات الثلاث من التسديد بالنسبة للمنتخب الفنزويلي تذهب إلى أحضان جيرينيمو بورتاو. تأتي التسديدة هنا من جورجي أتشفيريا لاعب نادي اف سي كاراكاس في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، والذي يسدد الكرة الماضية في أحضان جيرينيمو بورتاو.
تمرير اللاعبين الأرجنتينيين طويل الأمام بشكل قطري من أقصى اليسار لأقصى اليمين، ينجح في ينجح ريكاردو منجانا في بعد الكرة، وأظن أن منجانا المرة الوحيدة اللي أتت هجمة من جهته الجهة اليسرى طرد على إثرها قلب الدفاع أغاناسيو أنزولو، وبالتالي ما راح يتقدم من الجهة اليسرى. هنا التقدم الأرجنتين، تسديدة حلوة أرضية، فكرة التسديد كانت ممتازة لماروني، سكنت أحضان كارلوس أوليسياس، تأتي صافرة حكم المباراة ديل تشيرو جراندي ليعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم منتخب الأرجنتين السليستي بركلة جزاء بأقدام هذا اللاعب في الدقيقة 26 لاعب الجراندي إنتر الإيطالي فاكوندو كوليديو. عيد ميلاد سعيد مرة ثانية إبراهيم الكواري، عاد يعني انت احتفل مدافع المنتخب الفانزويلي بالنسبه لي أغاناسيو أنزولا بالطرد، انت احتفل معانا بالتحليل لمجريات شوط المباراه الاول، اليك الكلمه. والثالثة لهذا اليوم في بطولة كوتيف الدولية في الكوديا في فالنسيا في إسبانيا بين القمة اللاتينية التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين والمنتخب الفانزويلي ضمن مباريات المجموعة الثانية. الشوط الأول انتهى ببطاقة حمراء للاعب ديبورتيفو لارا الفانزويلي أغاناسيو أنزولا ابن الروخي نيجرو، ودع المباراة ببطاقة حمراء، نجح على إثرها لاعب المنتخب الأرجنتيني لاعب النيراتزوري فاكوندو كوليديو بإحراز الهدف الأول من ركلة جزاء. شوط ثاني عاد ما أدري اللي ممكن يكون فيه، هل هي استمرارية لتألق الأرجنتين في الشوط الأول، سيطرة وصلت إلى 59% مقابل 41% للفنزويليين. الأرجنتينيين سددوا على المرمى 4 تسديدات، واحدة فقط بين الخشبات، الفنزويليين واحدة فقط بين الخشبات سددت من أصل واحدة أيضا، هي التي سددت هي الوحيدة كانت من أحضان حارس المرمى جيرينيمو بورتاو. بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني استقطاع الأرجنتيني 3 على الفنزويليين، بطاقة صفراء للأرجنتين على فنزويلا وبطاقة حمراء هي كلها من نصيب أنزولا، ركنيتين للمنتخب الأرجنتيني كانت في شوط المباراة الأول. هذه كانت أبرز الأرقام في شوط مباراة أول بين منتخبي الأرجنتين ومنتخب فنزويلا. عاد الحين بدأ الشوط الثاني، ايش اللي ممكن نشوف فيه؟ فنزويلا ممكن تسوي مفاجأة، إلا فينو تينتو يسوي شيء يعود من خلاله للمباراة ولا لا؟ السيليسيون دي أرجنتينا ينجح في متابعة المشوار السابيريتي لأن يتقدم في هذه المباراة وينجح في خطف الانتصار وبالتالي الصدارة بفارق الأهداف أمام المنتخب الروسي. مباراة مجموعة أنا أشوفها هي الأصعب، ونشوف مباراة قمة حين تتواجه المغرب مع الأرجنتين، المغرب مع فنزويلا، راح نشوف مباراة حلوة ومفيدة لمنتخباتنا العربية المشاركة في هذه البطولة في حضورهم الجديد من خلال هذه البطولة. واحنا نتكلم عن تاريخ هذه البطولة، المغرب واحدة من المنتخبات اللي حققت اللقب في مناسبتين مع نادي برشلونة وريال مدريد ومنتخب إسبانيا، منتخب تشيلي ومنتخب الأرجنتين حققوا اللقب مرتين لبطولة يحمل رقم القياسي نادي فالنسيا الإسباني المنظم ب6 ألقاب لمنتخب الجمهورية السوفيتية السابقة ب4 ألقاب، 3 ألقاب للسيليساو برازيل من خلال هذه البطولة منذ انطلقت في العام 84. وصول للجزائر للمباراة النهائية، وصول للعنابي للمركز الرابع في هذه البطولة، هذه أبرز المحطات. لقب وحيد للأرجنتين كان في 2012 وصاف الأرجنتين في 2013 لقب لأتلتيكو مدريد اللي هو يعتبر حامل لقب هذه البطولة ولا يتواجد من خلالها فيا ريال والأوروغواي إسبانيول والإكوادور كورينشيانز وساو باولو البرازيليرو. هذه هؤلاء الفرق اللي فازوا بالبطولة من انطلقت في العام 84 من القرن الماضي. ماذا قال هذا الرجل ماركوس ماتياس في غرفة الملابس؟ كيف يستطيع شحذ لاعبيه لتجاوز هذه المعضلة؟
هذا الفنزويليين من كثر طموحهم للتواجد في 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 مونديال قطر 2022. احيانا المولى بعد 4 سنوات حاطين في الافاتار الخاص بصفحتهم في تويتر قطر 22. هجوم لعنابين اخر يبحث عن الهدف، الكره تبعد من دفاع الارجنتين، كانت في خطا جيرينيمو بورتاو، خطا على جيرينيمو بورتاو او خطا على خورخي أجفيريا. خلنا نشوف، كان متسلل، كان متسلل رايه الحكم، الحكم ترك الكره قال ممكن تروح على أجفيريا، لكن بمجرد ما لمسها حكم المباراه كان يشير الى ماذا في نهايه المطاف. أجفيريا لاعب نادي اف سي كاراكاس اللوس ارخوس دي لا فيلا هناك في فنزويلا هو اللي كان في موقف التسلل. هجوم للارجنتين عبر الجهه اليمنى، تقدم ارجنتيني. حدث عن البطوله اللي مثل ما ذكرنا قدمت ابرز النجوم، المغرب فازت في العام 87 باللقب والعام 96، والجزائر خسرت النهائي في 88 امام الاتحاد السوفيتي السابق. هذه ابرز المحطات العربيه. كنت اتحدث عن فنزويلا على الافاتار الخاص فيها في تويتر حاطين قطر 2022 اوبجيكتيفو دي تودوس، هذا هو شعار الفنزويليين الذين يطمحون بوصول اول على مستوى مونديال الكبار. اوبجيكتيفو دي تودوس هذا اللي يتمناه الفنزويليين يوما ما، مونديال قطر 2022 اوبجيكتيفو دي تودوس بالاسبانيه هدف الجميع، هدف كل الفنزويليين القادم. حتى هذه البطوله نعم للشبان، لكن تجهيز الاجيال القادمه لان تتواجد في هذا المحفل الكبير. 1-0 منذ الشوط الاول من علامه الجزاء، تكررت كثيرا في هذا اليوم علامه الجزاء والبطاقات الحمراء حاضرة في هذا اليوم. وتحدث عنها الزميل إبراهيم الكواري مع الكابتنين حازم حربة والكابتن رائد يعقوب. كشوط أول وما كان غني من ناحية السرعة والفنيات، لكنك تكتيكيا كان علامة الحذر كانت حاضرة، خاصة المنتخب الفنزويلي يعرف قيمة المنتخب الأرجنتيني في أمريكا اللاتينية. منتخبين في الشوط الثاني يلعب بالنار مدافع المنتخب الفنزويلي، راح نشوف العديد من التغييرات في مباراة الليلة. جنتين بجيرينيمو بورتاو في حراسة المرمى، فاكوندو مورا، غاستونا فيلا، ليوناردو باليردي، أليس بيريرا في الدفاع، تسديدة فنزويلية جديدة في حضن الحارس أندرياس أيالا ونيبال مورينو وأوغستين الميندرا وغونزالو ماروني في المنتصف، فاكوندو كوليديو والفارو باريال في المقدمة. هنا تسديدة أجفيريا، مين اللي رجع أظن من منتصف الملعب، تشوكيلو شكله رجع مع جونيور مورينيو وإدواردو فيريرا وريكاردو مانجانا في الخط الخلفي للمنتخب الفنزويلي. في حراسة المرمى كارلوس أوليسياس، رومين إيبارا، فاراغاس وأجفيريا اللي ماسك الكرة يحاول التمرير، بريان هورتادو وسانتياغو هيريرا في المقدمة. يتحول لعب الأرجنتين من 4-2-3-1 إلى 4-2-2-1، شوف هذا هو الرقم 5، نعم هو اللي ممكن يقوم بالأدوار الدفاعية الأكبر. بطاقة صفراء جديدة، هو يلبس اللافينو تينتو والخطوط صفراء للفنزويليين والبطاقات الصفراء نازلة بشكل مستمر. في اعتراض وفي اعتراضات لاعبي فنزويلا، سن الشباب هذا المدربين لازم يبذلون فيه جهود كبيرة على المستوى النفسي للتقليل من مساحة الحماسة اللي تؤدي إلى البطاقات الملونة. أمام أنظار الحكم، وهذا اللي تحدثنا عنه في الشوط الأول، الصراع بين فيريرا وماروني على إثره إدواردو فيريرا أخذ بطاقة صفراء. الحكم حسب فاول لفيريرا، لا فيريرا لازم ايضا بطاقه صفراء له. تغيير للمنتخب الفنزويلي، خورخي أجفيريا لاعب اف سي كاراكاس يغادر ارضيه الملعب.
والبديل هو الرقم 10 ابراهيم بالاميزانو. بالاميزانو لاعب اف سي زوليا. برايان بالاميزانو لاعب رقم 10 اف سي زوليا. هو الذي يتواجد حاليا في تشكيلة المنتخب الفنزويلي. التغيير الأول الذي يجريه ماركوس ماتياز في مباراة اليوم. كرة لعبت عالية، محاولة الوصول داخل المنطقة، تدخل دفاع فنزويلا وإبعاد الكرة من فيريرا إلى ركنية. هذه البطاقة اللي حصل عليها هناك في صافرة، والكرة للمنتخب الفنزويلي خرجت خارج أرض الملعب. هذا الخطأ اللي اصطاد فيه ماروني فيريرا بيأثر على فيريرا بشكل أو بآخر أثناء المباراة هذه، لأنه بيحاول استغلالها بكل السبل من أجل أن تكون هناك بطاقة صفراء ثانية على منتخب الفنزويلي، وبالتالي فرصة اللعب أمام فريق منقوص عدديا أكثر وأكثر من اللي هو منقوص عليه حاليا. كارلوس أوروسس از نادي ديبورتيفو لا غويارا بانريلا دي ليتورال، هكذا يسميه محبوه هناك في فنزويلا. تغطية الدفاع لفيريرا، المرور، إعادة الكرة للخلف، الحارس المرمى أوليسيس يكون حذرا. مين ناقصة؟ فنزويلا مهي ناقصة دفاعات على مستوى الخط الخلفي. رمي التماس، تصل الكرة عبر الجهة اليمنى لدى المنتخب الفنزويلي. نقل اتجاه الكرة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لدى مانجانا، ذهبت إلى البديل بالاميزانو. استلام موجود صالح المنتخب الأرجنتيني. هجوم مرتد، اثنين بين أربعة بين خمسة أصبحوا مع الكثافة العددية للفنزويليين. مانجانا وسط الملعب، لاعب الفنزويلي ما يستلم الكرة لو يجد عدد كبير من لاعبي الأرجنتين في الضغط، وبالفعل في اللقطة الماضية الاستخلاص يأتي من قدم أنيبال مورينيو لاعب الليبرا نيولز أولد بويز. هذا قصة موضوع ذا ليبرا، هذا موضوع ثاني عند نيولز أولد بويز. ذا ليبرا مكرم السامعين ليبروسي، مرض الجذام راح نأتي بالحديث عليه. هنا الكرة أحضان حارس المرمى، المفروض في مباراة بين نيولز أولد بويز وجارة روزاريو سنترال لجمع التبرعات لمكرم السامعين مرض الجذام، مرض معدي معروف يعني. فانسحب روزاريو سنترال وتم الجذام ملتصقا بفريق نادي نيولز أولد بويز، وأصبح لقبهم ذا ليبرا. لا ليبرا، هذا هو لقب نادي نيولز أولد بويز، نادي مر منه ليونيل ميسي، لعب له فترة من الفترات. مارادونا خطير الأرجنتين، حين تتحدث عن الأساطير، حين تتحدث عن النجوم، حين تذكر ميسي ومارادونا يبرز أبناء الأرجنتينا. إيسول ديميغو واتسو ثاني للمنتخب الأرجنتيني. ألفارو باريال يستغل الخطأ الدفاعي. هنا لدينا لاعب الفيلي سارسفيل الأرجنتيني، لاعب الفورتين، ينجح في افتتاح أو احراز الهدف الثاني لصالح المنتخب الأرجنتيني. أصبحت 2-0. ألفارو باريال، شوف الكرة في اللقطة الماضية، هنا محاولة المرور تصطدم الكرة. اللقطة الماضية مانجانا ما عمل حساب ألفارو باريال الذي يذهب للكرة خلف مانجانا ويضعها مباشرة في شباك أوليسيس ليعلن عن تقدم الأرجنتينا. السيليستي بهدف ثاني في شباك لافينو تينتو من خلال أحداث هذه المباراة. 2-0 للأرجنتين، 2-0 الأرجنتين من خلال أحداث هذه المباراة. هدف ثاني، هدف ثاني، ولو لاحظنا مع الهدف ليونيل سكالوني وجه لإحداث التغيير الأول، اللعب على التفاصيل الصغيرة في مثل هذه المباراة. تقدم 2-0،
تبدأ تجري تغييرك الأول عشان تأمن نتيجة المباراة وتدفع من أجل إحراز هدف ثالث في مساحات كثيرة في الخط الخلفي للمنتخب الفنزويلي. يحاول الأرجنتينيون استغلالها. هنا الكرة، حكم يأمر بالاستمرارية والكرة لخارج الملعب. أخطاء الفنزويليين، شوف الخطأ، شوف الطرد كيف جاب مجموعة كبيرة من الأخطاء. أول بطاقة صفراء مع البلنتي، أتى بعدها سيلم أو أتت بعدها سيلم من الأخطاء ينجح من خلالها الأرجنتين للتقدم بهدفين مقابل لا شيء. تمريرة، الدفاع الفنزويلي يلعب بالنار كثيرا، يخطئ كثيرا، وهو يخطئ أمام منتخب لا يخطأ أمامه، لا يخطأ أمامه. هنا هجوم للفنزويليين، السعي لتقليص الفارق، ممكن نشوف الأكشن اللي شفناه في مباراة المغرب وروسيا. صعب مع الطرد، كرة ما طلعت، الفنزويليين يعترضون على المساعد الثاني في مباراة اليوم كابروس هرنانديز. هنا البديل بالاميزانو يعترض. شوف الكرة طلعت ما طلعت، لا ما طلعت، دافاه فرضة الملعب. تغيير أول، هو مجموعة من التغييرات، مجموعة من التغييرات، 9 و17 و11 للأرجنتين، ومغادرة اللي سجلوا في المباراة. مغادرة اللي سجل فاكوندو كوليدو يغادر أرضية الملعب. تشكيلة الأرجنتين، أنا بركز على اللي داخلين أرض الملعب حاليا، 9 17 11 9 17 11 اللاعبين اللي يتواجدون في أرضية الملعب. نترك للمعلق المباراة أو المذيع الداخلي في الملعب مسؤولية الحديث. جايتش، زين 11 19 17، مارينيلي رقم 17، ولدينا بالاسيوس رقم 11، ولدينا فاكوندو كوليدو غادر أرضية الملعب حاليا. هجوم صالح المنتخب الأرجنتيني، التقدم، اندفاع أرجنتيني بوجود مجموعة من الأسماء داخل المنطقة، خطيرة سهلة في أحضان حارس المرمى، تقطع الكرة. أرجنتين أفضل في الشوط الثاني، هدف ثاني يساعد الأرجنتينيين لزيادة الفارق. حالة التقدم والضغط على حامل الكرة حاضر، وضربة مرمى. لدينا مارينيلي ولدينا بالاسيوس من الأسماء اللي دخلت لأرضية الملعب حاليا. هنا الجهاز الفني لمنتخب السيليستي، ألان مارينيلي لاعب نادي روزاريو سنترال. بالنسبة للأسماء الحاضرة مع منتخب الأرجنتين، تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب الأرجنتيني وسط حارس المرمى بورتاو. تغطية الدفاع حاضرة، 19 17 11 19، لدينا جايتش. هذه هي تغييرات الأرجنتين الثلاث المتتالية في ذات التوقيت في شوط المباراة الثاني. تلعب التمريرة، أدولفو جايتش لاعب نادي سان لورينزو، ولدينا ماتيس بلاسيس أيضا سان لورينزو. لاعبين من سان لورينزو دخلوا أرضية الملعب، ولاعب من روزاريو سنترال. في تشكيلة الأرجنتين لما فيها إلا لاعب واحد من اللامليونارس ريفر بليت. اغلب اللاعبين يعني متوزعين بين بوكا جونيورز وبعد ذلك روزاريو سان لورينزو، ثلاثة من استوديانتس لا بلاتا. ها
هنا الكرة لعبت بالخطا، يلعب بالنار من جديد، كرة ومرمى خالي ودفاع واقع على أرضية الملعب داخل منطقة الثالث. أوه مارتين بلاو، ماتيوس بلاسيوس، ماتيوس بلاسيوس لاعب سانتوس سان لورينزو في اللقطة الماضية كان حلوة حلوة، لعبت بالكعب بشكل جميل من جايتش وذهبت الكرة في النهاية لخارج أرضية الملعب. تفاهم وتناغم طبيعي كان في اللقطة الماضية بين لاعبين من لاعبين المنتخب الأرجنتين كليهما يلعب للنادي سانتوس سان لورينزو. كرة في نهاية المطاف خارج أرضية الملعب، فرص الأرجنتينيين لمضاعفة النتيجة كبيرة والخروج من اليوم الثاني من بطولة كوتيف بصدارة في الجولة الأولى بالنسبة لهذه المجموعة الثانية. هنا اللقطة اللي كانت في وسط الملعب، أرضية الملعب واضحة، عشب الاصطناعي موجود لكن كان في دخول وخطف للكرة من اللويس اتشوكيلو لاعب نادي استوديانتس كاراكاس شهير بالأكاديميكوس. تغيير لفنزويلا جديد، تغييرين لاعبين راح ينزلون لأرضية الملعب، دوبرت ريفيرو ينزل لأرضية الملعب وإنريكي بنزانورا بنازونار إنريكي وروبرت ريفيرو لاعب لينيروس روبرت ريفيرو واللاعب المحترف الثاني في تشكيلة منتخب فنزويلا لاعب نادي بروسيا دورتموند مولد مارس عام 2000. بالنسبة لي إنريكي بنازونار هما البديلين في شوط المباراة الثاني من البدلاء اللي نشوفهم في المباراة. بنازونار ماتكوس ماتيس يحاول اللحاق بهذه المباراة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه مدرب منتخب فنزويلا بشوط ثاني، وهذا راح تشوفونه شيء كبير في بطولة كوتيف هنا في الكوديا اللي هو موضوع التغييرات الكثيرة وخاصة في الشوط الثاني. إبعاد الكرة من حارس المرمى، محاولة بينا زونار تغطية الدفاع الأرجنتيني أو اللاعب الأرجنتيني على الجهة اليمنى، يترك الكرة لتذهب إلى رمي التماس مارينيلي آلان مارينيلي. هذا هو يا جماعة الكبير، هذا هو الكبير يتابع كبار المستقبل. هنا إعادة الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني، كانوا يغنون يوما ما في الأغنية الشهيرة لا تبكي من أجلي يا أرجنتينا، وهم لا يريدونها أن تبكي، يريدون أن تكون سعيدة بجيل مستقبلي قادر على الفوز بالبطولات. هجوم التقدم تهدمت هذه البطولات قدمت هؤلاء النجوم وهو موجودين حاليا جيل اليوم يتابعون جيل الأمس. تتحدث عن لاعب بقيمة إخوان بابلو إيمار أنجل ابن كوردوبا لاعب ريفر بليت إلا مليونارس لاعب فالنسيا ريال سرقسطة تجربة كبيرة مع السليستي منتخب الأرجنتين. بدأ من الفئات السنية حتى الكبار مع الريفر. ركلة ركنية للأرجنتين تبعد الكرة بالرأس، أجواء كلها تتحدث الإسبانية، الأرجنتينيين والفنزويليين يتحدثون الإسباني لغتهم الأولى يعني لغتهم الأم، ويرثونا معكم بالاستعمار نشر الإسبانيين خلوا كل أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية يتكلمون إسباني إلا
البرازيل يتكلمون برتغيز. عودة الكرة الخلف، بالتالي هنا أجواء كوتيف تتكلم إسباني في هذا في هذه الآونة. قبل هذا المباراة كان في حديث عربي روسي، قبلها هندي إسباني. تلعب الكرة غدا بإذن الله تعالى، سنشاهد في الثامنة مساء منتخبنا الوطني للشباب العنابي يقابل السليستي أوروغواي، بعدها فنزويلا ستلعب مباراة الثانية أمام المنتخب الموريتاني الشقيق. وهنا خطأ، خطأ وبطاقة صفراء ستظهر على غاستون أفيلا، بطاقة صفراء على غاستون أفيلا. عرقل أنيريكي بينا زونار، بينا زونار مهاراته واضحة، وين كان في الشوط الأول؟ كان يبدأ أساسي، لكن غاستون أفيلا، غاستون أفيلا شوف عرقلة كانت واضحة. غدا فنزويلا راح تلعب المباراة الثانية، وبالتأكيد منتخب موريتانيا الشقيق منتخب المرابطين يتابع من المدرجات المنتخب الفنزويلي حاليا. هذا في كرت ثاني أحمر على المنتخب الفنزويلي، حلو بالنسبة للموريتانيين يستغنون عن العناصر الأساسية في مباراها يبدأ من خلال المرابطون مشوارهم في هذه البطولة، مشوار من 4 سنوات وأنجبوا من خلال اللاعبين يلعبون في الكرة الإسبانية، أبرزهم الحسن العيد نجم الكرة الموريتانية لاعب نادي ليفانتي الإسباني، بدأ من هنا من كوتيف. الركلة حرة للمنتخب الفنزويلي، بديل الشوط الثاني برايان بالاميزانو لاعب اف سي زوليا على تنفيذ الركلة الحرة. لافينو تينتو قصيرة تبعد من الدفاعات، مرة أخرى لبالاميزينو، عكسية بالرأس خارج أرضية الملعب، ضاعت على منتخب فنزويلا خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى تأتي الكرة بهذه الطريقة، تذهب ضربة مرمى من البديل دوبرت ريفيرو، مولد مايو 2000، هذا الرقم 15 هو اللي يلعب الكرة بالرأس خارج أرضية الملعب، أحد لاعبي الأرجنتين يستعد لأن يكون بديل قادم في تشكيلة المباراة غدا. ذكرنا العنابي مع أوروغواي، موريتانيا مع فنزويلا، آخر مباراة بين روسيا ونادي فالنسيا الإسباني، المباراة القادمة لفنزويلا غدا مثل ما ذكرنا مع موريتانيا، مباراة اللي بعد يوم الثلاثاء الأرجنتين هي المباراة الثانية مع ريال موريسيا الإسباني. هنا المرور من الاول من الثاني، يتقدم لاعبين الفنزويليين اللي في الشوط الثاني افضل بالتاكيد هجوميا من الشوط الاول رغم الطرد. هنا المرور ومراوغه تسديده ارضيه سهله تذهب الى خارج ارضيه الملعب، ركله ركنيه. حركوا الاجواء، حركوا الاجواء، دوبرت ريفيرو، انريك اينا زونار، وبرايان بالاميزانو، الثلاثي هذا هو الذي يحرك لافينو تينتو في شوط المباراه الثاني بالنسبه للمنتخب الفنزويلي. ركنيه، ضربة ركنية لمنتخب فنزويلا، تلعب داخل منطقة على الطاير، الله حلوة حلوة الفكرة والتنفيذ جيد، لكن الكرة ما صارت بالشكل المطلوب، ما لبست في نهاية المطاف مع لاعب المنتخب الفنزويلي، وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. كانت في محاولة والتسديدة كانت حاضرة لأيضا واحد من البدلاء اللاعب رقم 8 كارلوس راموس لاعب نادي اف سي كارابوبو، مايو 99 مواليده، أمام أنظار المدرب ماركوس ماتياز. صافرة وخطأ وبطاقة صفراء على لاعب منتخب الأرجنتين البديل جايتش، جايتش أدولفو جايتش هو الذي ينال البطاقة الصفراء. شوف أدولفو جايتش وهو طالع الكرة استخدم مرفق اليد اليسرى تالي بالكوع، هي صراحة ما لمست، ما لمست، لكن هذا كافي لحكم المباراة في بعض الأحيان، الحكم مو لازم بيركز في اللقطة، لكن المؤشرات كانت موجودة على المدافع المنتخب الفنزويلي.
روميل إيبارا لعب الارتكاز، لعب ديفورتيفو لاغويارا، باناريلا دي لوتورال في الكرة الفنزويلية، دوري ما يحظى بشعبية كبيرة في أمريكا اللاتينية حتى على مستوى الليبرتادورس. عكسية تبعد إلى خارج أرضة الملعب، ليبرتادورس عند البوكا، عند الريفر، عند سانتوس، عند سان باولو، وكورينشينز عند بينارول من الأوروغواي، عند السانتافي، عند المجموعة الكبيرة من هذه الأندية على مستوى أمريكا الجنوبية، ما حول أندية فنزويلا ما تفوز بالليبرتادورس ولا سودا أمريكانا. كرة اللعب، تمريره حلوة داخل المنطقة الثالث، الله، جولازو، أخذ كرت أصفر وبعد ذلك نجح في تعويض هذا الكرت، جايتش أدولفو يحرز ثالث الأهداف للسيليستي دي أرجنتينا، ينجح في تقدم المنتخب الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل شكلك الحلوة حلوة. شوف الأسيست، التمريرة الحاسمة اللي وصلت لأدولفو، يا سلام، لعبة الكبار حاضرة في الأرجنتين من أندرياس أيالا لاعب الاستوديانتس دي لابلاتا، هنا على طبق من ذهب للاعب سان لورينزو أدولفو جايتش، ينجح معها في إحراز الهدف الثالث لصالح المنتخب الكولومبي. صارت 3-0 وبعد الأهداف تجرى التغييرات في العشر دقائق الأخيرة، 6 و18 و20، أرجنتين تجري 3 تغييرات، هي للرقم 6 غاتوني، والرقم 18 لو سيليسو، وللرقم 20 روزاليس. روزاليس مجموعة من الأسماء الأرجنتينية القادمة بقوة بالنسبة لغاتوني، ولدينا لبقية الزملاء لوزينوس، لوزينيسيو، وروزاليس، هذه هي الأسماء، لو سيليسو وروزاليس، هي تغييرات الأرجنتين الثلاثة في شوط المباراة الثاني. رمي التماس الأرجنتين، تلعب الكرة في وسط الملعب، تغييرات أرجنتينية كثيرة، تغييرات فنزويلية كثيرة، لكن في النهاية الأرجنتين فرضت هيبتها، فرضت سيطرتها، فرضت اسمها، واستغلت أيضا أخطاء الفنزويليين الكثيرة في مستوى الشق الدفاعي وعلى مستوى البطاقات الملونة، ونجحت في استغلال المساحات والتسجيل. الكرة كانت تمريرة جميلة لأندرياس أيالا، اسم شائع في كرة القدم الأرجنتينية، اسم أيالا، نسبة للمدافع الكبير اللي مرر من هنا أيضا في الأراضي الإسبانية، أنا أعرف إذا كان له علاقة ولا لا، لكن اسم أيالا اسم شائع في الأرجنتين. لاعب منتخب الأرجنتين الشاب اللي مر الكرة من أروع ما يكون على طبق من ذهب، تمرير الكرة، ذاك هو روبرتو فابيان أيالا، مر من فالنسيا، ريال سرقسطة، ريسينج الإسباني، مر من ميلان، نابولي الإيطالي، ريفر بليت الأرجنتيني. بالنسبة لنجم الكرة الأرجنتينية روبرتو أيالا، وما عنده أندرياس، ما عنده أولاد، عنده فرانشيسكو، صوفيا، بيلار، أن مارتين، هذا لعبنا نجم الكرة الأرجنتين روبرتو أيالا، وبالتالي أندرياس أيالا لا تشابه أسماء، لكن الفنيات حاضرة، جينات البطولة موجودة في اسم أيالا، جينات نجوم الأرجنتين حاضرة، وبالتالي الأرجنتين تتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على المنتخب الفنزويلي. سلام على المهارة والمراوغة عبر الجسد، سلام عليه،
تغطية الدفاع الفنزويلي إدواردو فيريرا. مشكلة بطولة كوتيف ضغط المباريات، يعني فنزويلا يا دوب ينامون بعد المباراة ويصحون بكرة يلاقون أنفسهم يلعبون مباراة ثانية، ما راح يلحقون ياخذون وقت أخذ ملاحظات وتعليمات، وهذا راح تمر على كل فرق البطولة بهذا الشكل، كل الفرق راح تمر بهذه المعضلة. هنا فرانشيسكو لوسيلسو لاعب نادي الروزاريو، كثير لاعبين من روزاريو في مباراة اليوم خاصة في الشوط الثاني يتواجدون. رمي التماس للمنتخب الأرجنتيني، نقطة الأرجنتينيين تألق كبير على مستوى المنتخبات الفئات السنية خاصة الشبان والأولمبي في تحقيق الإنجازات الكبيرة على المستوى العالمي، لكن نقطة كيف أنك تحول لاعبين المنتخب الأرجنتيني على كم الكبير من الأسماء الرائعة، على الكم الكبير من المدربين العالميين اللي مروا على الأرجنتين واللي تمتلكهم الأرجنتين لأن تحقق البطولات على المستوى المنتخب الأول، هذه أصبحت معضلة أرجنتينية كبيرة. قريت أحد التحقيقات الصحفية كيتحدث من الإشكالية كبيرة في الاتحاد الأرجنتيني أساسا، عدم وجود تغييرات ومتغيرات كثيرة على مستوى المنتخب الأرجنتيني. الأرجنتين غيرت لاعبين، غيرت مدربين، سوت كل شيء لكي تفوز بالبطولات وما فازت، وما فازت رغم يعني أنت تتكلم عن منتخب عنده ميسي، هيغوايين، ديبالا، أغويرو وغير اللي ما استدعوا، اللي ما استدعوهم هذا لكم ثاني بقيادة إيكاردي، هذا واحد ولا اثنين منهم يحلمون فيهم مدربين العالم. هنا التسديد وصل منتخب الفنزويلي في منطقة الجزاء، ينجح دفاع الأرجنتين في التغطية أمام دوبرت ريفيرو. هذه مباراة تدرس في عالم التعامل مع الأخطاء في المباريات، كيف أن أحيانا ممكن خطأ للاعب يكلف الفريق يعني ثمن كبير، يضيع مجهود أشهر وسنوات من التحضير والاستعداد، وهذه فرصة للتعلم مثل هذه البطولات. هجوم عبر الجهة اليمنى، اخطأ هنا، حقك، خذ راحتك، اخطأ في تولون تورمنت، اخطأ في كوتيف تورمنت، ما عندك مشكلة، لكن إذا جاء الأمر في كأس كوبا أمريكا وكأس أمم آسيا وكأس أمم أفريقيا، البطولات التي تؤهل إلى الكوبا دي موندو، هناك لا تخطأ، هناك الخطأ لا يغتفر، ما يمديك أحياناً تعوض الخطأ. خطأ على لاعب المنتخب الفنزويلي لويس تشوكيرو، ضربة حرة للأرجنتين اللي تلعب بأريحية، ونلعب على بعد 4 دقائق أخيرة من زمن أحداث هذه المباراة التي تتجه نحو فوز أرجنتيني. وصدارة وتسديد، تصدي حارس المرمى أوليسيس، كارلوس أوليسيس يتصدى لفرصة أرجنتينية لتسجيل هدف رابع، صدارة أرجنتينية عندها الأرجنتين الحين 3 نقاط ب3 أهداف، يليها بلس 1 روسيا 3 نقاط، فالمغرب ماينس 1، ففنزويلا ماينس 3، و من ثم موريتانيا، أو لا لا هذه المجموعة لا 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 ما هي فيها المغرب روسيا، المغرب المجموعة الأولى، الأرجنتين بلس 3 وبعد ريال مورسيا بلس 2، فالهند ماينس 2 ففنزويلا ماينس 3 ومن ثم منتخب موريتانيا، المرابطين اللي بحول الله تعالى غدا سيبدون بداية مشوارهم في هذه البطولة بمواجهة منتخب فنزويلا. لكن المجموعة الثانية موضوعها آخر، العنابي في الصدارة، هنا الكرة اللي تصدى لها كارلوس أوليسيس، روسيا بالصدارة بفارق عدد الأهداف اللي سجل في مرمى المغرب ومن ثم منتخبنا وكليهما ب3 نقاط، فالمغرب ومن ثم نادي فالنسيا ومنتخب الأوروغواي اللي راح يلعب غدا ضد منتخبنا بإذن الله تعالى. تسجيل المنتخب الأرجنتيني خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى
لان ماتيوس روزاليس بالرقم 20 هذا اللي امامكم حاليا لاعب نادي الازولو يا اورو كما يطلق عليه الارجنتين الازرق والذهبي بوكا جونيورز. تلعب الكره طويله بالراس حلوه نزلها بشكل جميل ابعاد دفاعي موجود. وهنا الخطا لصالح البديل يينا زونار. لعب بروسيا دورتموند الالماني. الحارس اللي مرتاح في شوط المباراة الثانية جيرينيمو بورتاو مرتاح في شوط المباراة الثانية. ضربة حرة لمنتخب فنزويلا. كان بيسدد ماتيس روزاليس. أفلت ماتيس روزاليس من تسديدة بينا زونار. راح ينفذ الركلة الحرة. فنزويلا تبحث عن هدف قبل نهاية المباراة في الدقيقة الأخيرة على أقل تقدير بالخروج 3-1 مع الطرد. تلعب بينا زونار. سهلة في أحضان بورتاو. سهلة في أحضان حارس المرمى بورتاو. صدارة أرجنتينية للمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن ريال موريسيا. واضح أن الأرجنتينيين يبون يضربون موعد مع سيميلا فينال البطولة واللقب من جديد. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. محاولة الهروب والبحث عن هدف رابع. تغطية الدفاع الفنزويلي. أرجنتين لأجيالها الذهبية. هنا العكسية داخل منطقة المرور والتسديد. جول زودي أرجنتينا. بدلاء ناجحون يمتلكهم ليونيل سكالوني. لوس سيليستو لاعب روزاريو سنترال فرانشيسكو هو من يحرز رابع اهداف المباراه لصالح المنتخب السماوي والابيض. منتخب الارجنتين صارت 4-0. صارت 4-0. 4-0 للارجنتين. كبيره كبيره على المنتخب الفنزويلا. لكن حلو شوف الكره شوف الكره المرور لعبها عكسيه. حلو الكنترول عدل لنفسه خلاص. هنا هو أصبح أمام فرصة الهدف بنسبة كبيرة جدا. وبالتالي فرانشيسكو لوسيليستو لاعب نادي الروزاريو سنترال الأرجنتيني هو من يحرز رابع أهداف منتخب الأرجنتين في مباراة الليلة. 4-0 تألق لجايتش وتألق لوكوليديو وباريال ولسليستو كلهم سجلوا 4 أهداف يريدون أن يكونوا امتدادا لجيل مارادونا ورامون دياز أبطال مونديال بالنسبة 79 يبون يكونون امتداد لبلغريني وغوريرو أبطال 95 كامبياسو وكوينتانا أبطال مونديال 97 خافير زافيولا بطل العالم 2001 ميسي بطل العالم 2005 والكون أغويرو بطل العالم 2007. هؤلاء من قادوا الأرجنتين ليحققوا كأس العالم 6 مرات 79 بصفة غير رسمية في اليابان و5 ألقاب بصفة رسمية في بقية البطولات. آسيا تبتسم الأرجنتينيين كثيرا على مستوى الشبان. فازوا في الدوحة فازوا في اليابان فازوا في ماليزيا وفازوا في أرضهم وبين جماهير في 2001 وفازوا في هولندا وكندا. قبل 6 اللي تحصلت على الأرجنتين في بطولة كأس العالم الشباب. تقطع المنتخب الفنزويلي. هجوم مرتد 2 ضد 2. تمر الكرة خلف المدافعين استلام للبديل ريفيرو داخل المنطقة. براعة في التدخل تحسب ليوناردو باليردي لاعب البوكا. انقضاض بشكل جميل للاعب بوكا جونيورز. وبالتالي الكرة شوف هناك مارادونا وميسي وشعارات الأرجنتين المستمرة وحب كبير وشغف أكبر لعالم كرة القدم. أرجنتين بطلة البطولة 2012 الوصيفة في 2013 تسمح لبطولة جديدة تبدأ بقوة
وتوجه الرسائل للجميع، وأولهم لماركوس ماتياز مدرب منتخب فنزويلا اللي ظهر قبل قليل. ليونيل سكالوني ماشي صح في البطولة. أو مو ماشي صح، نقدر نقول بدأ صح. بدأ صح، والبدايات الصح أحيانا يعني بدرجة كبيرة تكون النهايات صح. شوف هناك مارادونا، هنا ميسي، وما بينهما السول دي مي شمس الأرجنتين. سلامات لدوبرت ريفيرو لاعب نادي لينيروس الفانزويلي. سلامات، تلقى العلاج. جهد كبير يبذل في بطولة كوتيف، موعد سنوي دائم، وأنا سعيدين لعودة الكوتيف للأمانة. بطولة كوتيف بداية التعليق كانت مع هذه البطولة وأجيال جميلة للكرة القطرية شابة مرت في السنوات الأخيرة بين الحصول على المركز الرابع في 2016. سلامات لريفيرو، يتلقى العلاج خارج الملعب. الأربع دقائق الوقت محتسب الضائع انتهت. هؤلاء المحبين الذين أتوا لمساندة منتخبهم اللي ما قدم الصورة المطلوبة. وتأتي صافرة ديريتشيرو جراندي حكم المباراة الفنزويلي، يعلن عن نهاية أحداث هذه، أو حكم المباراة الإسباني يعلن نهاية أحداث هذه المباراة بانتصار أرجنتيني كبير على منتخب فنزويلا برباعية المقابل. لا شيء سجلها فاكوندو كوليديو وألفارو باريال أدولفو غايتش، ورابع الأهداف لفرانشيسكو لوسيستو. كان معكم في نقل أحداث هذه المباراة محمد السعدي، آمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى الأيام القادمة من أحيان المولى. العودة بالكلمة والصوت والصورة للزميل إبراهيم الكواري، إليك الكلمة.